بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. في هذا الفيديو من فيديوهات مراجعة شاملة لشهادة التعليم المتوسط، رايح نناقش بإذن الله مسألة موجودة في بيان 2009. المسألة عليها 8 نقاط. تم بناء خزان للماء على شكل أسطوانة دورانية، على شكل أسطوانة دورانية، هكذا كما هكذا. نصف قطر قاعدتها هي 5 متر، يعني نصف قطر قاعدتها حتى المركز هنا 5 متر، وارتفاعها اللي هو حتى لهنا 4 متر. لتزويد مسبح على شكل متوازي مستطيلات، المسبح اللي عندنا هو على شكل متوازي مستطيلات، هكذا متوازي مستطيلات. بعد يعني بعد قاعدته 20 متر، 6 متر، واثنين متر، يعني 20 6 متر اللي هو العرض، 20 متر اللي هو الطول، واثنين متر اللي هو الارتفاع. السؤال الأول، طلبوا منا حساب سعة كل من الخزان والمسبح، وقال لك نأخذ بي يساوي 3.14. يعني هنا راح نستعمل سعة كل من الخزان والمسبح، يعني هنا المطلوب منا حساب حجم الخزان وحجم المسبح. راح في حجم الخزان كما نعرفه أن V تساوي P R مربع H، وهذا V تساوي L في ال، اي الطول في العرض في الارتفاع، راح نشوفهم عندما نحل التمرين. اذا علمت ان الخزان مملوء تماما والمسبح فارغ تماما، وتدفق الماء في المسبح هو يعني من هذا؟ هذا يعمره بالماء، بيعمره به المسبح. تدفق الماء في المسبح هو 12 متر مكعب في الساعة، اي 12 متر مكعب في الساعة. احسب كمية الماء المتدفقة في المسبح وكمية الماء المتبقية في الخزان بعد مرور 3 ساعات. ثالثا، نفرض ان الخزان مملوء، سعته 314 متر مكعب والمسبح فارغ. نسمي اف لإكس كمية الماء المتبقية في الخزان، لأن في هذا السؤال راح نستعملوا الدوال، وجي لي اكس كمية الماء المتدفقة في المسبح بالمتر المكعب بعد مرور اكس ساعة. اوجد العبارة جي لي اكس، ثم استنتج العبارة اف لي اكس بدلالة اكس. رابعا، نعتبر الدالتين اف وجي، حيث اف لي اكس تساوي 314 ناقص 12 اكس، وجي لي اكس تساوي 12 اكس. لاحظ وهنا الجواب تاعها ألف. أرسم التمثيل البياني لكل من دالتين F و G في معلم متعامد متجانس O E G. يؤخذ واحد يعني السلم، 1 سنتيمتر يمثل ربع ساعة على محور فواصل، وواحد سنتيمتر يمثل 50 متر مكعب على محور تراتي. ب، أوجد الوقت المستغرق لملء المسبح. ج، حل المعادلة F ل X تساوي G ل X. ماذا يمثل حل هذه المعادلة؟ نبدأ بالسؤال الأول، طلبوا منا حساب سعة كل من خزان والمسبح. إذن عندنا الخزان، لاحظ الخزان هو على شكل أسطوانة دورانية، أسطوانة دورانية، يعني كي يقول لك سعة حاجة مثلا، سعة بدون تعمى ولا يعني شعال يرفد، يعني الحجم تاعو. إذا حجم الأسطوانة الدورانية
هو في يساوي، لو نسميه مثلا في واحد يساوي بي ار مربع اش في الارتفاع، بي ار مربع في الارتفاع. كما كنت قلت لكم ان الاسطوانه الدورانيه تكون على الشكل هذا، وتكون هكذا مثلا، ومن بعد تكون على الشكل هكذا بالتقريب. عندنا هذه ار، ها هي ار، ها هو ار حتى لهنا المركز تاع القاعده، ومن بعد يجي عندنا الارتفاع من المركز للمركز، الدائره الفوقانيه للمركز. يعني هذا لاحظ هذا ار وهذا اش هكذا. اذا احنا عندنا على قلنا في واحد في اثنين، لان عندنا حجم تاع الخزان والحجم تاع المسبح. اذا في واحد يساوي بي ار مربع اش في الارتفاع يساوي بي، قلنا 3.14، هم قالوا ندي 3.14 في ار، اي نصف القطر اللي هو 5 متر، اي في 5 مربع في اش التي هاي وراهي 4، صح في 4. ومنه سنجد 314، اي تساوي عفوا في واحد نصيبها تساوي 314 متر مكعب. هكذا الآن عندنا المسبح. المسبح هو على هو الشكل تاعو هو متوازي مستطيلات، متوازي مستطيلات، يعني داير كيما هكا كيما كنت رسمت لكم في البداية هكذا، متوازي مستطيلات هكذا. إذا هذا متوازي مستطيلات عطاولنا دايما الطول هو اللي كبير 20 متر، الارتفاع 6، العرض 6 والارتفاع 2 متر. إذا حجم متوازي مستطيلات واش يساوي؟ أي في 2 سموه نرمزو له يساوي ال اللي هو الطول في ال صغيرة العرض، أي لا لونجر في لا لارجر في لا اوتور الارتفاع. إذا في واحد في 2 عفوا يساوي ال في ال في اش يساوي على طاولنا، أي 20 في 6 في 2، ومنه يساوي 240 متر مكعب الحجم، متر مكعب. هذا السؤال الأول أنا جاوبنا عليه. السؤال الثاني، إذا علمت أن الخزان مملوء تماما والمسبح فارغ تماما وتدفق الماء في المسبح هو أي 12 متر مكعب في الساعة، احسب كمية الماء المتدفقة في المسبح وكمية الماء المتبقية في الخزان بعد مرور 3 ساعات، صح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أنا هنا راح نحسب سعة الماء المتدفقة في المسبح بعد مرور 3 ساعات، يعني احنا واش عندنا؟ عندنا باللي سعة الماء المتدفق يعني خلال ساعة، خلال ساعة هي ماذا؟ هي 12 متر مكعب، خلال ساعة 12 متر مكعب. إذا خلال 3 ساعات حاجة سهلة هاي، في تساوي خلال 3 ساعات وش راح تكون عندنا؟ في تساوي 12 في 3 تساوي 36 متر مكعب. ها
36 متر مكعب. إذن كمية الماء المتبقية في الخزان بعد مرور 3 ساعات، يعني هذاك الخزان يسيل منه الماء باش يعمرنا المسبح، يعني في خلال ساعة دفقت 12 متر مكعب، خلال 3 ساعات دفقت 36 متر مكعب. إذن قالوا لنا شعال بقات كي دفقت بعد مرور 3 ساعات، شعال بقات في الخزان، والخزان فيه 314 متر مكعب. حاجة سهلة، ما علينا إلا نديرو في، مثلا نسموه في فتحة، يساوي في واحد ناقص هذا الفي اللي صبناها هذه، أي يساوي 314 متر مكعب ناقص 36 متر مكعب، ومنه سنجد 278 متر مكعب. هذه اللي بقات وين؟ في الخزان. هكذا نكون أجبنا على السؤال الثاني. ثالثا، هنا نفرض أن الخزان مملوء، سعته 314 متر مكعب. لاحظ 314 متر مكعب، دائما الإجابة تاعك تبقى موجودة في النص هاي وراي، والمسبح فارغ، يعني المسبح الخزان راه معمر للطرف 314، والمسبح راه فارغ. قال لك نسمي اف لي اكس كمية الماء المتبقية في الخزان، وجي لي اكس كمية الماء المتدفقة في المسبح بالمتر المكعب، يعني بعد مرور اكس ساعة. فالاول اعطونا بالارقام، لهنا اعطونا بالاكس، اكس ساعة، بالك تكون 5 سوايع، بالك تكون 10 سوايع، ساعة، نص، مانيش عارفين، يعني متغير. اي طلبوا منك ايجاد العبارة جي لي اكس، ثم استنتاج العبارة اف لي اكس بدلالة اكس. يعني في السؤال الثالث احنا هنا راح نوجدوا عبارة جي لي اكس، يعني كمية الماء المتدفقة في المسبح بعد مرور اكس ساعة. يعني جي لي اكس حاجة سهلة، هاي جي لي اكس تساوي ماذا؟ تساوي 12، اذا كان في الساعة 12 متر مكعب، يعني اكس 12 اكس، ما ناش عارفين، كما هنا 3 سوايع ضربنا في 3، قالوا لنا 5 نضربوا 5، هنا اكس اكس، ما ناش عارف. هاي وين راح؟ هاي بالسؤال الرابع، هاي الاجابه تاعك، هاي موجوده. هاي اذا جي لي اكس، والان نستنتج عباره ماذا؟ اف لي اكس، اي كميه الماء الباقيه في الخزان بعد مرور اكس ساعه. بعد مرور ماذا؟ اكس ساعة. يعني واش نديرها؟ لاحظ هنا هذه لو جيت نترجم هذا الكتابة اللي كتبها 314 ناقص ماذا؟ هي 36، هي 12 في 3، يعني في مكان 3 ندير اكس، كما هنا 12 في 3، لاحظ 12 اكس، هنا هاي لاحظ ما غير بلا، هنا هذا العبارة، هنا 12 اكس، 12 في 3 هاي، وهنا في اكس في مكان 3. اذا اف لي اكس تساوي 314 ناقص 12 اكس. هذه حاجة سهلة جدا جدا. نصل مع السؤال الأخير أي الرابع، لمقسم إلى 3 أجزاء. إذن قالك نعتبر دالتين F و G، حيث F ل X تساوي 314 ناقص 12 إكس، و G ل X تساوي 12 إكس. ألف قالوا لنا أرسم، طلبوا منا رسم التمثيل البياني لكل من الدالتين F و G في معلم متعامد ومتجانس. واش قالوا لنا هنا؟ يؤخذ 1 سنتيمتر يمثل ربع، أي ربع
سوايا كاتريور على محور الفواصل. اذا على محور، لاحظ كيفاش نوظف المعطيات في المسودة، محور الفواصل راح يكون عندي 1 سنتيمتر يمثل 4 ساعات، ومحور التراتيب راح يكون عندي 50 متر مكعب، 50 متر مكعب يمثل 1 سنتيمتر يمثل 50 متر مكعب. ها إذا نروح ننشئ، أي نرسم المعلم. ها هو المعلم، حيث قالوا لي على محور الفواصل هنا، إذا واش يكون عندي؟ يكون عندي الزمن ساعة بالساعة، أي الزمن بالساعة، وهنا تكون عندي ماذا؟ الساعة بالمتر مكعب، الساعة بالمتر مكعب، هكذا الساعة بالمتر مكعب. إذا لاحظ كيفاش تنشئها، قالوا لنا 1 سنتيمتر يمثل 4 ساعات، إذا كل 1 سنتيمتر 4 ساعات، إذا 4 يعني نصوتيو بالربعة، 8 ومن بعد 12 بعد 16 بعد 20 ومن بعد 24 ومن بعد 28 ومن بعد 32 وهكذا 36 وهكذا. أما على محور التراتيب قالوا لنا 1 سنتيمتر يمثل 50 متر مكعب، إذا نطلعوا بالخمسين، 50 100 250 200 350 300 350 و 400 450، هكذا. إذا كيفاش الآن نرسم، نبدأ ببيان الدالة جيلي إكس. جيلي إكس لاحظ راهي على الشكل AX، يعني دالة خطية، إذا بلا ما نشوف راح تمر من المبدأ، تمر من المبدأ. إذا لو جينا وصنعنا جدول مثلا، لاحظ نشوف المسودة نصنعه جدول كيما هكا، الفوق نديرو قيم إكس وتحت جيلي إكس، هكذا هكذا ندير جدول، يعني هذه في المسودة صح، ونعطي مثلا قيمة هنا ونزيد قيمة هنا، يكفي أنني نمد قيمتين تكفيني، ما كان قيمتين برك تكفيني. لاحظ هذه نعاود لك في المسودة، هنا نعطي قيم لإكس، هنا نشوف جيلي إكس عاد تكون تساوي، وهنا اف لإكس عاد تكون تساوي، يعني كي نمد للإكس صفر. لاحظ لو جيت ومديت هنايا للإكس صفر، هاي صفر 12 في الصفر واش تعطينا؟ تعطينا صفر، تعطيك صفر. نمد الاف لإكس نمد لها الصفر عندما إكس تأخذ صفر، يعني هكذا. لاحظ اف لصفر تساوي 314 ناقص 12 في صفر، هكذا. إذا لاحظ أنه 12 في صفر راح كامل يولي صفر، واش تولي لنا؟ تولي لنا 314 لأنه ناقص صفر، إذا 314، إذا واش نكتبو؟ 314 هكذا. نجي نمد هنا لإكس أقل قيمة، لأن لو لاحظ 12 في 4 كنا نمد 4 هنا، 12 في 4 راهي تعطينا 48، يعني لازم نمد أقل قيمة، لأنه كنت مد 8 12 في 8 ولا مد 20 راح تكون قيمة كبيرة، يعني ندير حسابي أني نمد قيمة صغيرة تكفيني. علاش؟ زوج أي نقطتين يكفوني، النقطتين يكفوني لرسم المنحنى. إذا نمد 4 إذا درت هنا مثلا 4 في مكان إكس تولي لي 12 في 4 عفوا، ومنه صار تعطيني 48. نجي لهنا نحط ثاني في مكان الإكس ندير 4 هكذا،
إذا تصبح لي 314 ناقص 48، لأنه 12 في 4 48، 314 ناقص 48 تعطيني ماذا؟ 266. تعطيني 266. هاي 266. هذا الشيء يندار وين؟ في المسودة. إذا تقدر تدير، تقدر تدير جدول هذا في الوقت الإجابة عادي. إذا كيفاش نرسم؟ لاحظ معي باش نبدأ نرسم منحنى تاع جي دي إكس. حاجة سهلة، عندي النقطة الأولى اللي هي صفر صفر، يعني لاحظ معي باش تفهم مليح. يعني بالنسبة لي جي دي إكس عندي نقطتين، النقطة الأولى اللي هي ذات إحداثية صفر صفر، والنقطة الثانية لذات الإحداثيات 4 و48. ها هي نجي نرسمها. ملاحظ عندي 0 0 يعني هنا، وعندي 4 و48 يعني تحت 50 شوية، هكا تحت 50، 48 جينا تحت 50. وبعد نجي نرسم المنحنى تاعي. لاحظ ها هو انطلاق من البداية ويفوت على ها هو جي دي إكس. هذا هو ماذا؟ جي لي إكس. هاي نكتب هنا صغير هكا جي لي إكس هكذا. عندي المنحنى الدالة اف لي إكس اللي هي على الشكل، لاحظ هذه راهي على الشكل ا إكس، أما هذه راهي على الشكل ا إكس بلس بي. لربما كان اللي يقول لي لماذا أستاذي يا راهي 314 ناقص 12 إكس، كيف ا اكس بلس بي؟ نعم نقدروا نكتبوها ناقص 12 اكس زائد 314، اذا هي على شكل ا اكس بلس بي، اذا داله تالفيه، داله تالفيه. اذا جي لي اكس ما اف لي اكس عفوا ما تمرش من المبدا، ما دامها داله تالفيه على شكل ا اكس بلس بي اذا لا تمر من المبدا. عندنا النقطه الاولى ذات احداثيات 0 و314، والنقطة الثانية ذات إحداثيات 48 و266 هكذا. إذا نجي نعين الإحداثيات الأولى، أي 0 و314. لاحظ 0 و314، هذا 300 350، يعني هنا في النص 325 طيح تحت 25 شوية برك، هاي 314 بلك أقل 325، 300 فوق النص يعني في النص تولي 312.5. إذن لاحظ هنا، وبعد عندنا 4 و48، عفوا 48 و266، 48 و266، أين هي 48؟ لاحظ عفوا واش ثاني ندير أنا هنا يا ودي، ماشي 48 ثاني، نشوف 4 و266، 4 و260 ديت هذه سهوا، 4 و260 يعني إذا 4 و266 هاي 4 و250، 225، يعني 266 راهي في هذا السيكتور هنا، هاي هنايا 266 اللي هي تقرب بزاف ل 300. ونجي نرسم المنحنى تاعي، ها هو واصل. لقد صححت هذا المحال لأن 266 هنا فوق 250 شوية فقط، هاي إذا ها هو المنحنى تاع من تاع اف لي اكس، أو منحنى تاع اف لي اكس نكتبه قدامه اف لي اكس. هكذا نكون قد جاوبنا على السؤال أي ألف من السؤال الرابع، السؤال الرابع ألف. هكذا في السؤال ب قال لك أوجد الوقت المستغرق لملء المسبح،
يعني رانا نعمره في المسبح هذا اللي هو قلنا متوازي مستطيلات. ها ومتوازي مستطيلات يعني قال لك وجد الوقت المستغرق لملء المسبح. لاحظ السؤال ب. إذن كيف أي الوقت المستغرق لملء المسبح. إذن احنا المسبح كنا حسبناه في السؤال الأول عندما طلبوا منا سعة المسبح وصبنا باللي الحجم تاعو كنا رمزنا له بفيديو يساوي يساوي 240 متر مكعب يا اخي هاك. اذا لاحظ ما كنا قلنا باللي في خلال ساعة نعمرو ماذا نعمرو 12 متر مكعب. اذا شعال لازم منا من ساعة باش نعمرو 240 متر مكعب. شعال لازم منا من ساعة باش نعمرو 240 متر مكعب. اذا هنا نديرو طريقة ثلاثية وتصبح عندي 12 في الاكس تصبح عندي 12 في اكس تساوي 240 في الواحد. إذن ومن هو تولي لي 12 إكس تساوي 240 أي الإكس يساوي 240 على 12 وال 240 على 12 تعطينا 20. إذن واش نقولوا أي 20 ساعة واش نقولوا الوقت المستغرق المستغرق لملء المسبح هو 20 ساعة ونكمل مع السؤال الأخي أي جيم طلبوا منا حل المعادلة اف لإكس تساوي جي لإكس وقال لك ماذا يمثل حل هذه المعادلة لدينا أي F لX F لX هي هذه 314 ناقص 12X هذا سؤال جيم. إذن لدينا 314 ناقص 12X تساوي جي لX اللي هي 12X 12X. إذن هذا 314 كما درنا في الفيديو تاع المعادلات هذا 314 تروح في الجهة هذه و 12X تولي منها. إذن واش تصبح لنا ناقص 12X ناقص 12X لأن تغير الإشارة تساوي ناقص 314 هكذا. ومنه تصبح عندنا أي ناقص 24X تساوي ناقص 314 نضرب الطرفين في ناقص واحد يروح الناقص حتى ولو ما ضربت في ناقص واحد عادي إكس يساوي ناقص 314 هذا حتى ما تعقد لكش الأمور على ناقص 24 أو الناقص هذا راح مع الناقص راح واللو زائد. إذن واش تعطينا ماذا لاحظ إذن نقسمه لاحظ 314 تقسيم 24 لاحظ ماذا نجد 13.08 ما تقلك ماذا يمثل حل هذه المعادلة أي X لاحظ حل هذه المعادلة ماذا يمثل هذا الحل الزمن الذي عنده تتساوى فيه كمية الماء الموجودة في الخزان والمسبح أي بعد مرور شعال نحولوا هذه إلى الساعة والدقيقة احنا واش نديره هنايا لاحظ 0.8 هذه هذه 13 ساعة نجيبه كانت عندي
فاصل صفر ثمانية، نضربها في الستين اللي بعد الفاصلة في الستين، واش تولي لي؟ تولي لي 4.8، أي ربع دقائق حتى هاي ربع كات مينوت، هاي ربع دقائق. بقات لي شحال؟ بقالي لاحظ معي بقات لي 0.8 واحدة أخرى، هاي 0.8 في 60 هاي، إذا واش تولي لي؟ 48 ثانية، هاي 48 ثانية. لاحظ أني صوت، نعاود صوت في لاكالكولاتريس أي في الحاسبة الإلكترونية، صوت العلمية عفوا 13.08، نحيت 13 حطيته سوايا، ومن بعد هذا 0.8 ضربته في 60 أعطاني 4.08، أعطاني 4.08 عفوا 8. إذا نحيت الربعة اللي هي الدقائق، نحيت هذيك الصفر، هذه 0.08 عفوا 0.08، هنا 0.8 في 60 أعطتني 48، أي أعطتني 48 ثانية. إذا قال لك ماذا يمثل حل هذه المعادلة؟ إذا هذا الحل يمثل، أي هذا الزمن واش نقصد به هو هذا الزمن، أو هذا الحل، هذا الحل هو الزمن الذي عنده تتساوى تتساوى فيه كمية الماء، فيه كمية الماء الموجودة في الخزان، الموجودة في الخزان، في الخزان والمسبح، والمسبح يعني قلنا هاو مثلا حتى تفهم مليح واش راني نحكي هنايا. لاحظ احنا قلنا في بداية الأمر أنه كان عندي، لاحظ ها هو الخزان، ها هو الخزان، ومن بعد ولينا نعمره في المسبح، هانا جينا نعمره في المسبح اللي هو على شكل متوازي مستطيلات، صح، رانا نعمره في المسبح، رانا جايبين ونعمره في المسبح بالماء، هذا راهو يفرغ، هذا راهو يتعمر، راهو يتعمر، راهو يتعمر، وهذا راهو يفرغ، 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 يجي وقت في هذا الوقت بالضبط تصبح كمية الماء، عفوا كمية الماء المتواجدة في الخزان تتساوى مع كمية الماء اللي راهي متواجدة في المسبح، كيف كيف أصبح متساويين، يعني خلال مرور 13 ساعة وربع دقائق 48 ثانية. أعزائي التلاميذ، إلى أن ألقاكم في فيديو آخر خاص بالمراجعة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.